لا ما كيسكعيني ما والو ما كيفايلوا عليا بالخير كما انا فايلت عليهم ان شاء الله يروا لي وكاملين بالهارلي شي كيفايل على شي وغير الخير نمول الشاطو نفهمهم الله ان شاء الله حتى هما يديروا الشاطو ويديروا الباطو ويحققوا كاع داكشي اللي كيتمناو حتى شي حاجه ما بعيده لكن بقاو بلا شاطو بلا باطو هذيك هو المشكل. لا انا ما عندي لا شاطو لا باطو انا كيقولوا لي مول الشاطو وانا ما عندي لا شاطو لا باطو واقيلا حتى داك اللي عنده مول الشاطو ما كيقولولوش مول الشاطو وانا كيقولوا لي مول الشاطو واخا ما عندي والو كيفايلوا عليا بالخير كنخليهم يقولوا لي مول الشاطو وعلى قد النفع ماشي زعما شي حاجه اللي كبيره بزاف ولا خدام بحال جميع الناس كنفيق في الصباح كنضرب تماره كنتحرك لهنا كنتحرك لهنا كنتحرك لهنا عندي مسيره اللي هي طويله بزاف والاغنيه ديال مشاط وحققت واحد النجاح اللي هو كبير ضروري ما كيكون واحد الثمار ديال 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 النجاح باش نصوب كليب واحد اخر اللي صوبنا به عاوتاني الكليب ديال اي لاف يو انسي دو سويت والقضيه غاديه لحقاش الاغنيه الاغنيه هي باي باي انا نونو عايش مستوني احنا في نفس المقام كنغنيو على نفس المقام ولاني ماشي نفس لي نوت يعني اللون يقدر نخدمو بجوج بحال شي جوج ديال الرسامه رسمو بجوج بالزرق ولاني ما رسمناش نفس الشكل شنو بغيت نقول لك شباش ما كتشباش حتى فيا انا ما حاولت لا نتعمد لا والو كانوا نفس الشخصيات الغرينغو ما كانش مول الطاكسي صاحبي في القصه هي تتمة نفس لو بيرسوناج يعني كانت البنت معايا بغات مول الشاطو اللي عنده باطو مشات عند مول الشاطو اللي عنده باطو وباش كتقلب على السعاده ونسات بان السعاده كتكون في البساطه ديال الحياه وفي يعني الانسان ماشي فورسيمون الفلوس بزاف اللي غادي تجيب السعاده في الحياه انا عاشرت بزاف ديال الناس ما نكذبش عليك اللي عندهم فلوس بزاف واللي ما عندهمش كانوا هذوك اللي ما عندهمش وكيكركروا غير كيضحكوا وكانوا وحدين عندهم وكاعين ما كيخرج ما كيضحكلكش يعني السعاده ما كايناش السعاده ما كايناش في الفلوس بزاف ولا في لا ريشيز لا ما غارقش في كريديات لا ما عنديش مع الكريدي يونس ديال بصح ما عندوش مع الكريدي ما عنديش مع كنعيش بواحد بواحد النيفو ديالي اللي ما باش تربيت ما كنمشيش زعما نشري شي حاجه غاليه ولا شي حاجه اللي فايته القدره الشرائيه ديالي كنمشي في ان نيفو اللي هو عادي لحقاش انا مشيت شريت شي حاجه غاليه ما نكذبش عليك غادي تنوض الفوضى الوالد راه ما يرحمنيش نهضر معاك نيشان كتبوا لي بزاف ديال البنات قالوا لي حنا ما كنبغيوش مول الشاطو اللي عنده باطو ويونس حشومه عليك اللي كتقول لنا باننا حنا كنبغيو مول الشاطو اللي عنده باطو هذا الشيء هذا غير كذوب حنا يا باغيين غير البساطه ديال الحياه وكتبوا لي شي بنات وحدين اخرين يونس حنا بغينا مول الشاطو اللي عنده باطو وانت ما عندنا ما نديرو به نيشان وانا كنشجعهم على الشجاعه ديالهم هادي الا بغات غير هادشي هذا الغالي واش غادي نقول لها انا نعطيها قلبي انا اللي عليا نعطيها قلبي ما عندوش ثمن ولاني الا كانت هي باغا الاثمنه وهادشي هذا تبغي مول الشاطو اللي عنده باطو غادي نغني لها تبغي مول الشاطو اللي عنده باطو غادي نمشي بحال هادشي ما عنديش الجهد واش غادي كن زعما كاينه كنقول لهم ربي يسهل عليهم واش غادي نقول لهم دابا انا كنقول لمريم سعيد وخطيبها باش ما يدابزوش الله يعطيهم باطو لواحد وشاطو شاطو لواحد باش تجي سهل عليهم ربي كاملين يروا لي بلا هارلي بيدهم اش مواصفات ديالها ما عادش تكون مواصفات والحب ما عندوش مواصفات والبنت ما تكونش عندها مواصفات يكون عندها ان كاركتر تكون كاركتر ديالها يكون كاركتر اللي هو تكون فورت دو كاركتر سافو دير كو الانسان كاين شي انسان كيكون حداك كون حيت كيتحرك من حداك كتحس بان كاين ان فيت يعني الحب ما فيهش غير الضحك كتكون شويه مدابزه شويه ضحك شويه دي بون مومون زعما دي بلاغ ولا شي حاجه اللي كيجعلوا الانسان بانه ودي فوا ما كتكونش مفاهم ما عندكمش لو ميم بوين دو فيو هادشي هذا هو كامل حب يعني داك لو بيرسوناج اللي كيكون اون فاس ليك كتكون عنده واحد كيكون عنده واحد الحضور الا حيدتي هذا البيرسوناج هذا ما عادي تحس بانه كاين انفيد هذا هما المواصفات
شكون كطيب شكون ما كطيبش كاع، ما كاينش مشكل كاينش مشكل. والدة ديالي كتشجعني على الزواج، ونحس كتبغي تشجعني على الزواج، ما كتشجعنيش ديريكتومون، كتجلس حدايا كتقول لي واش غادي نقول لك تلاقي تا ولدي واحد البنيته شحال ظريفه شحال، وكنقول لها اش من غادي تكون مرا مكون فوق ما تشوفيني تقول لي تلاقيتي بنت ظريفه وانا مالي. يعني باغي نتزوج بوكوا با، انا كنقلب يعني هذا السؤال هذا تطرح لي با مال دو فوا، وشاك فوا كنقلب يعني بحال جميع الشباب المغاربه وجميع الشابات المغربيات حتى هما كيكونوا كيقلبوا، حنا كنقلبوا هما كيقلبوا نقدروا نتلاقاو بعضياتنا. لا ما كانش عندي شي مشروع بحال هكذا ديال الخطوبه والتفسخ. انا كنقلب على المشروع غادي نبدا، هو مشروع انا ما كنتش عارفه مشروع، انا كنقلب زعما هي عادي، هو راه كيخصو فريمون ستريكتور وخدمه. غادي نلقى ان شاء الله، غادي نلقى. انا ايجابي في الحياه ديالي، والانسان اللي كيكون ايجابي كيكون ديما كيكون عنده لو لغد ليه حسن من اليوم، il aura un lendemain meilleur qu'aujourd'hui. لا ماشي الرايه دي وكل الخبز احسن من اي ستيل واحد اخر، دابا الانسان كيخدم كيخصو في الدومين ديالو ولا اون دور الدومين ديالو، راه واخا يكون كيطير الارزاق بيد الله، هادي ياخذ داك الشيء اللي مكتاب له، ما هادي شي الا كانت مكتاب لك هادي التوشي قدا وقدا في هذا الشهر هذا، راه ما غاديش تفوت واخا تبقى طير وتنزل، يعني نتايا في الاخر كامل كتخدم كما كيخدموا الناس، وغادي تاخذ هذاك الشيء اللي مكتاب لك، ماشي لحقاش عزلتي هذا الستيل هذا ولا ما عزلتيش هذا الستيل هذا، وتقدر تكون ماشي كاع الموسيقى، تكون اون دور ديال الموسيقى، غادي غادي تدي داك الشيء اللي مكتاب لك زعما. ما كتعجبني لا فريشور ديال لا فوا ديالو، لو ستيل ديالو، وانا متبعو من البدايه ديال لا بروميير شونسون ديالو، وانا متبعو. La beauté c'est un style Ayman. C'est un style ديال Ayman. La beauté même حتى لي مو يوتيليزي عجبني لو ستيل. تيو تبعتو من البدو ديالو في لا كومبيل اللي كانوا داروا مع دي جي حميده. جيم بيان هذاك لو كوتي ديالو ديال تاع لو شون كوتي كوميك شويه ديال كيضحك او ميم طون كيغني او ميم طون كاين واحد الحضور ديالو في 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 لاسين عنده اون كونت بريزونس. انا ماشي انا جو سوي با ترو زعما في هاد مواقع التواصل الاجتماعي، عندي كنبيبلي في الانستغرام وفي لاباج، مي جو سوي با فريمون ما كنتبعش بزاف، ما كنتش بالحقاش الا مشيت دخلت وبديت كنتبع بزاف ما عاديش نبقى ما عاديش نصوب الموسيقى وما عاديش نصوب ما عاديش نكون حاضر في لي زانترفيو ديالي وما عاديش نكون حاضر في بزاف ديال الحوايج. وانتو كان يا جلي غوميرسي كنشكرهم بزاف على لا 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 على التشجيع ديالهم، الهضره اللي كيقولوا فيا واعرت واش مزيانه ولا واش قلتي ليش كيقولوا بعدا. اواسم الله يحفظك بارك الله فيك الله يستر عليك سي تري جونتي. انا كنقول لهم اي لوف اول اوف يو. ابتسام تيسكت او ما نقدروش نديرو تريو، لا بجوجهم غادي ندير معاهم دي بجوجهم. والله ما نكذب عليك كنسمع اي لاف يو وكنعاود نطلقها وكنساليها، قلت لك والله ما نكذب عليك وكنعاود نطلقها وكنساليها وكنبقى واحد شويه وكنعاود نطلقها، ما عارف علاش انا غير بوحدي تما كندور غير في داك 3 مينوت 40 كنسالي الاغنيه ونعاودها حتى الجرينغو وكنعاود عاوتاني نبدا. هذا الميساج هذا لهاد الناس، هادو الناس اللي كيشجعوني والناس اللي كيهرسوا، دونك الناس اللي كيشجعوا كيكونوا ديما الفضل كيرجع لهم في التشجيعات ديالهم، لحقاش الانسان ما نقدروش حنا نعطيو المزيد في الخدمه الا ما كانت تشجيعات، حيت كتكون هذوك التشجيعات هما اللي كيجعلوا بان الفنان يعطي الكثير والمزيد. دي فوا انا كيكون طالع لي الدم باغ اكزومبل، هادي كترا فريمون كيكون طالع لي الدم، كندخل لاباج ديالي كنقرا وكنلقى دي ميساج بوزيتيف، يعني دي ميساج اللي كيشجعوني كيقولوا يونس برافو عليك، تجي كنقرا دوك لي ميساج كنوض كنعاود نهز لا غيتار ديالي كنبدا كنكومبوزي كنبدا نخدم، الوغ كو على باس كنت ما غادي ندير والو كنت غادي نبقى غير مريح داير بحال هكا، يعني بوغ تو دير كو الميساج كيقدر يديجاجي واحد الانيرجي،
الا كاين معيور واحباط وقضيه مدقدقه ونواري بلون داكشي كاع مدقدق ما كيجعلكش كاع دير شي حاجه ما كيشجعكش بحال اللي كيديغاجي لك داك السيد واحد لينيرجي نيجاتيف دو بريفيرونس كن كن كنقبطوا ديما البوزيتيف وكن التشجيعات ديال الناس هي اللي كتجعلنا باش نعطيو في جميع لي دومين الانسان حيت كتشجعو ويكون عنده ميتي واحد اخر كاع نخرجوا حنا من الغناء ومن الفن ومن لاغ يكون عنده شي ميتي واحد اخر حيت كتقول له برافو عليك كدير الخدمه ديالك مزيان كيعطيك كثر